إذا انتهت هذه المحنة، أول شيء هو أن الإنسان أعلم أنه مشروع خاص، وأنه منتج افتراضي، وأنه لمصنع خاص، وهو بعد كل البعد عن أي توظيف حتى المادية دي، لأن حتى تسمع، ولكن بدأنا بالرقابة الإدارية وهي جهة إدارية، وأعتقد الرقابة الإدارية داخل فيها أو هي جهة من جهات المخابرات والمخابرات العسكرية وجهاز المشروعات، إذا هو توجهنا أول شيء إلى التمويل. ولولا اتفقنا ذلك قيادة بعيدا عن قطاع الحرية التي نحكي، لولا اتفقنا في هذه القيادة السياسية ما كان لي يوم. لأن لو مفيش الإرادة السياسية مع قطاع المشروعات وكذا مفيش فايدة إن إحنا نعمل مشروعات وإن إحنا ثلاثة أسطول استمرار تقريبا مرتين ألمانيا. فرانكفورت قال السيد مارتن صراحية وفريقهم وفريقهم في هناك. وعندما في أول مرة عندما تحدث إلي السيد مارتن عن هذا المنتج كانت أول كلمة خارج مني وبنى عليه هو إذن الوكالة هذه الكلمة الألف مع بعض من إلى أعطيتك هذه الوكالة لأنك أول كلمة خارج ثلاث مكاتب، فبناء عليه كان أو لا كان، وبناء عليه ربط تصنيع ليس فقط اشتراط، ربط تصنيع حتى تصنع في مصر طبعا لا نقل منها لأن ذاك ما يصير، فبناء عليه أحيانا كان هنا ليس بالأكثر